سنة ما كانتش سهلة، رحل عننا فنانين كتير ودعاة ومفكرين. بالتأكيد رحلوا بأجسادهم فقط، لكنها تفضل أعمالهم عايشة في وجداننا وفاكرينها. السيناريست الكبير وحيد حامد اتوفى نتيجة أزمة صحية، والموسيقار جمال سلامة بعد إصابته بفيروس كورونا، هو والفنان أحمد خليل وكمان الثنائي الشهير سمير غانم ودلال عبد العزيز. وكمان الفنان القدير هادي الجيار ويوسف شعبان، كمان الموسيقار إلياس رحباني اللي توفى بكوفيد-19 هو والفنانة نادية العراقية والداعية عبد الكحلاوي. ده غير رحيل الموسيقار الكبير عبدو داغر بعد الصراع مع المرض، والفنانة عزة العليلي اللي توفى بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة. الفنانة أحلام الجريتلي اللي توفت بعد أزمة قلبية مفاجأة. كمان شهدت 2021 وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية هي والفنانة فتحية طنطاوي، واللي ماتت نتيجة جلطة في القلب. كمان الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي. وصعب ننسى الفنان علي حميدة اللي وجع قلبنا كلنا في أيامه الأخيرة ورحل عننا بعد معاناة طويلة مع المرض. وكمان رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس اللي رحل عن عمر بيناهز 91 سنة. كمان رحيل السيدة جيهان السادات عن عمر بيناهز 88 سنة، وغيرهم كتير. رحم الله مبدعينا وفنانينا، وربنا يصبرنا على فراقهم، وتفضل على طول أعمالهم وأفكارهم عايشة وسطينا تفكرنا بيهم.